ازاي اشتغل بي تو بي على الفيسبوك والانستجرام، ازاي استهدف اصحاب الاعمال والمديرين الكبار في الشركات، ازاي استهدفهم باقل سعر بدل ما اعمل اعلان على لينكد ان وادفع 10 اضعاف سعر الاعلان على الفيسبوك والانستجرام. ارحب الفكر تسامينا وسمت في الافق مساعينا بالعلم سترقى هقول لكم على طريقة ظريفة على الفيسبوك والانستجرام تقدر تستهدف بيهم أصحاب الأعمال والمديرين الكبار وأي حد ليه علاقة بالبيزنس، وتقدر تشتغل بي تو بي بأريحية تامة وبتكلفة قليلة جدا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة في الشاشة، انا هختار people recently in this location، وده معناه الناس الموجودة لسه النهاردة في المكان ده. تاني خطوة هبدأ أحدد الأحياء أو المناطق اللي فيها تجمع كبير للشركات الكبيرة، يعني مثلا هروح على الرياض واختار منطقة العليا لأن المنطقة دي فيها شركات كبيرة جدا في المملكة. مش هختار منطقة واحدة بس، هختار منطقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. تالت حاجة هتحدد وقت الحملة، هتخلي وقت الحملة مثلا من الساعة 7 أو الساعة 8 صباحا لحد الساعة 6 مساء، وده وقت شغل الموظفين. رابع حاجة هتستهدف بقى الجوب تايتل، هتكتب أسماء الوظائف اللي أنت عايز تشتغل عليها، عايز تشتغل مثلا على المانجنج دايركتور، عايز تشتغل على السي ام او، عايز تشتغل على السي اف او، عايز تشتغل على السي اي او، وهكذا. أو ممكن تسيبها مفتوحة وتستهدف الناس المهتمية بالبزنس عموما أو الناس اللي شغالة في شركات على حسب الهدف بتاعك. وطبعا ما ننساش إن الحملة تشتغل من يوم الأحد للخميس ونستثني الجمعة والسبت عشان الموظفين بيكونوا أجازة مش بيكونوا موجودين في الأماكن دي. كده ان شاء الله تقدر توصل صح للفئة اللي انت عايزها، اللي هم فئة الناس اللي شغالة في شركات مختلف الوظائف بتاعتهم. وكمان الميزة الاعلان على الفيسبوك او الانستجرام التكلفة بتاعته قليلة جدا، انما لو عملت نفس الاعلان ده وتعالى لينكد ان هتدفع من 5 إلى 10 اضعاف التكلفة على لينكد ان، عشان لينكد ان طبعا زي ما انتم عارفين اسعار الاعلانات فيه غالية، بتوصل النقرة مثلا من 2 إلى 3 دولار، ده النقرة الواحدة بس. وتكلفة النقرة على الفيسبوك والانستجرام ممكن تبقى مثلا 10 سنت 20 سنت 30 سنت بالكتير، على حسب طبعا نوع الهدف بتاعك، كان لينك ترافيك ولا انجيجمنت ولا رسائل ولا ايه بالظبط. تنسوش يا جماعة تجربوا الطريقة، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد القناة أول بأول. سلام عليكم. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنعه.